بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وعيد مبارك سعيد للجميع مشاهدينا الكرام، وأقول عيد بأية حال عدت يا عيد، أبما مضى أم لك في الأمر تجديد. دائما نحن نتكلم عن المتقاعدين العسكريين وعن الأرامل وأرامل الشهداء وكل من له الصفة وكل من يحمل الدفتر العسكري، لا لشيء سوى لأن هذه الشريحة التي أعطت وعطت الشيء الكثير أيام شبابها في وقت كان الوطن ولا زال في أمس الحاجة إلى سواعد هؤلاء الرجال وإلى همم هؤلاء الرجال الذين أفنوا شبابهم في الدفاع عن حوزة هذا الوطن الحبيب، والذين ساهموا بشكل أساسي وشكل فعال في تحرير جزء حبيب على قلوبنا وعلى قلوب المغاربة قاطبة أينما كانوا، ألا وهو الصحراء المغربية. طبعا هؤلاء الشباب حين كانوا يعني في ريعان شبابهم وفي أوج عطائهم كان أقرانهم يدرسون ويعيشون حياة طبيعية، يلبسون ما يشاءون، يسافرون يعني يلعبون الرياضة، يمارسون هواياتهم بكل أريحية. لكن هؤلاء اللي الآن هم كهول وشيوخ يقفون مجبرين أمام البرلمان أو أمام المؤسسة الحسن الثاني التي من شأنها أن تعنى بهذه الشريحة، يقفون لمطالبة حقوقهم. مع كامل الأسف لم تشفع لهم هذه السنين الطويلة التي قضوها في الخدمة، لم تشفع لهم في أن يعيشوا الآن حياة كريمة، حياة مستقرة، حياة سليمة. الآن في هذا السن يعانون من شتى الأمراض، يعاني وكذلك الفقر المدقع، لأن الرواتب الهزيلة أو المعاشات الهزيلة. ما كان لهؤلاء المسؤولون أن يهمشوا هذه الشريحة إلى هذا الحد، ربما أن يتدرعون بحجج، واهية أن ربما هناك احتساب من الصندوق المغربي للتقاعد للسنين التي اشتغل هذا الشخص، يعني هناك أمور إدارية محضة. لكن هل بإمكانهم أن يحاسبوا هؤلاء الناس ويحتسبوا السنين الطويلة التي ضاعت من حياتهم دفاعا عن وطنهم؟ لماذا هناك تشتغل الآلة الحاسبة فقط في مستحقات هؤلاء الرجال وعن السنين التي خدموها؟ هاتي مع كامل الأسف هذه المعاشات الهزيلة لا تواكب ما نعيشه الآن كمغاربة قاطبة بدون استثناء. لكن المجهودات والخدمات الجليلة والجبارة التي قام بها هؤلاء الأسود يعني فوق كل اعتبار وتفوق كل الأعمال الأخرى وكل المهن الأخرى. هؤلاء الناس كانوا يدافعون عن هذا الوطن ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، لسنين عديدة، ولم يكونوا يلبسون إلا بدلة واحدة ألا وهي البدلة العسكرية. هؤلاء طلقوا الدنيا وكانوا يطلقون زوجاتهم يعني مجازا، يعني طلاقا مؤقتا. هناك من كان يمكث في الصحراء المغربية في الخنادق دفاعا عن هذا الوطن ربما لشهور وشهور، وكانت هذه المرأة المناضلة أيضا التي كانت تربي أطفال هذا الرجل لوحدها كانت تتحمل الوحدة، وطبعا الوحدة قاسية وتربية الأبناء صعبة، ويعني هذه أمور ما مع كامل الأسف هذه السنين التي نتحدث عنها نحن هي سنين قاسية، سنين طويلة، سنين يعني عجاف، يعني تماشيا
مع ما قدمه هؤلاء الرجال. كانت سنين عجاف، سنين عانوا فيها الأمرين، عانوا الحرمان هم وطبعا في الحقيقة الأدهى والأمر حين نرى هذه المشاهد المؤسفة والمؤلمة والمخجلة التي لا تشرفنا كمغاربة، أن هؤلاء حماة الوطن والأرامل ويعني يعاملون بهذه الطريقة، لأنهم خرجوا مرغمين، لا أبطال، خرجوا مرغمين لأن ظروف العيش صعبة وصعبة جدا. يعني ما كان أن يخرجوا إلى الشارع أصلا، كان أن يعني يكرموا ويمكنوا من حقوقهم ويكونوا يعني في بيوتهم يعني معززين مكرمين. لكن هذه المشاهد مع كامل الأسف يعني نراها الآن.